كلام عن مرموش بس. لو انت اللي بتحط التشكيل هتلعب مرموش ولا هتلعب مصطفى محمد؟ هتبدا بمين؟ لا ما هو تريزيجيه في الشمال انا اعتقد ان هو مستقر عليه. بص انا هيبقى التفكير في تسعه. انا ما بحبش اتفزلك. انا لو هلعب بتشكيل لازم العب بمهاجم تارجت بلاير. تارجت بلاير يعني يبقى المهاجم اللي قدام ده المهم المهاجم اللي هو التارجت بلاير اللي دايما يقف على الكوره دايما يبقى قوي يبقى فيه. ممكن لو انت مصطفى محمد ما كانش في احسن حالاته في ماتش السنغال بس هو يعتبر هو المهاجم الاول في الحته دي. ممكن بقى لو هتفكر بدل مصطفى محمد يبقى في عندك مروان حمدي لكن ما ينفعش النهارده اجيب صلاح احطه قدام يبقى انا كده بضيع. بس هو عمل كده ماتش فات. لا عمل ايه؟ نزل مرموش مكان مصطفى. ايوه بس طلع او عمل ايه؟ وقام مودي مرموش بره على الاطراف وقام مدخل صلاح قدام. فهو بس خلاص ده كان امتى؟ كان خلاص في الاخر. انت بتقفل عايز حد يعمل نشاط ويجري ونازل في كان عمره. فانا قصدي اقول ان انت في الاخر النهارده انت لو عملت دي شلت مصطفى محمد وتنزل مرموش بقى عندك مرموش طرف تريزيجيه طرف وصلاح طرف هتعمل ايه؟ هتتفزلك. الفزدجه دي معناها ايه؟ يعني معناها ان انت ممكن تحط صلاح قدام. انت كده بوظت الدنيا خالص. يعني انت لو هتلعب الثلاثه هيبقوا مين اختياراتك للثلاثه اللي قدام؟ صلاح طبعا صلاح. مش هنتكلم عليه. وهلعب تريزيجيه او مرموش الاثنين كويسين. هلعب بقى بمرموش وانزل تريزيجيه يفوق الدنيا. هلعب بتريزيجيه وانزل مرموش يفوق الدنيا. مش هتختلف الاثنين. انا شايفهم الوقت الحالي الاثنين اي حد منهم ممكن يلعب قدام. لازم تلعب بتارجت بلاير. لازم تلعب بتارجت سترايكر. لازم يبقى سترايكر ده يا مروان يا مصطفى محمد اي بقى من يكن فيهم مش هتفرق. بس هو بس مصطفى محمد بينقص ان هو يهدف يجيب جوان يبقى موجود يبقى ليه حضور افيشنت على الجون. مش بس ان انا بخبط او بروح. هو بيعمل مجهود كبير جدا بس المجهود بتاع المهاجم ده في المكان ده من غير ما يجيب جوان يبقى يعني في الاخر مش بيفيد الفرقه بتاع. يعني بص النهارده ليفاندوسكي ليفاندوسكي مكنه. يعني في الاخر احنا ما بنلحقش ان احنا نعد وراه من كتر ما هو في كل ماتش بيجيب الجون وبالجونين. وكل ماتش يعني زي بنزيما. بص بنزيما عامل ازاي. هو تارجت بلاير. مش هتلعب بمصطفى محمد عشان مثلا هي مش ماشيه معاه في الوقت الحالي. ممكن تمشي مع مروان. مروان لما نزل في ماتش السنغال الاخير كان هيجيب جون في كورتين جولهم كان ممكن يعمل حاجه. فممكن هو اصلا هو عامل شغل كويس في الدوري المصري فممكن لو لعب ياخد فرصه. عندي علامه استفهام بس يعني خلينا احنا كسبنا فنروح للماتش الاخير. بس يعني في عندك عناصر برده ممكن يكون ليها دور انها تكون موجود في المكان ده لان المكان ده انت عندك ازمه في الحته الهجوميه. انت في الحته الدفاعيه ما شاء الله الدنيا عندك ماشيه كويس جدا ومستقره. حتى لما بيتصاب عندك حد اللي بينزل مكانه بيبقى جامد لان الحته الدفاعيه دول عندك ثبات فيها. حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش لما بتنزل بتلعب وبتادي بنفس الاداء اللي انت بتبقى قلقان بس بينزلوا يادوا جامد. واللي هو المهم ان انا اخش الجون. لكن اللعيب اللي قدام هو مطلوب انه يجيب جون ما بيجيبوش. طب يبقى في حاجه مش مظبوطه. مين الانسب للدفاع يا كابتن في المباراه اللي جايه دي في ظل التغيير الكامل كده؟ الانسب للدفاع حضرتك شايفه مين؟ ياسر ابراهيم. هننسى طبعا الظرف بتاع عبد المنعم والونش. خلاص كده عبد الونش. عبد المنعم والونش دي مشكله كبيره جدا ودي بقى هي النقطه. يعني بصراحه يعني انت عندك فتوح شمال وعندك يمين عمر جابر بقى او هيلعب بعمر كمال عبد الواحد. بس هو هيلعب عمر جابر اكيد. ممكن يتفزلك برضه. هو اساسا يعني هو مشكلته مع عمر كمال الديفنس. يعني هو الديفنس هو لاعب عمر جابر في مباراه القاهره عشان يعمل ايه في السجال. وعمر عامل ماتش كويس. خلي بالك هو عامل جبهه يمين عامل جبهه جميله جدا مع صلاح. كانوا شغالين كويس جدا مع بعض. وفتوح عامل طبعا شغل عالي جدا. هي بس المشكله في الناحيه اللي في النص دي. انت عندك بقى ما هو ياسر ابراهيم عمل مباراه كويسه فهو دلوقتي هو اللي هيلعب. طبعا محمد عبد المنعم مش موجود. في ربيعه علي جبر ايمن اشرف محمود علاء دول الموجودين في خط الدفاع. ما هو انا يعني في الاخر هو في الاخر بغض النظر هو هيختار مين. هو في الاخر ما هو هيختار حد من الاسامي اللي موجوده اللي هو ربيعه علي جبر طبعا محمود علاء وايمن اشرف موجود وعندك ياسر ابراهيم هيبقى موجود. انا شايف ايمن اشرف كويس اطوال يفكر فيها. انا شايف ان هو في الوقت اللي احنا فيه ده لازم يامن الاثنين اللي ورا دول واحد قدامهم. لازم يقفل الحته اللي ورا دي اكتر لان انت ما عندكش بقى حجازي ما عندكش محمد عبد المنعم مثلا ما عندكش الونش. فانت لازم الاثنين دول اللي هيلعبوا يكون قدامهم واحد يامنهم عشان يبقى قافل الدنيا خالص. ما نلعبش بقى باربعه ما نلعبش باربعه اثنين باربعه
2 3 1 ممكن نلعب، ممكن نلعب 4 1 اه 4 2 3 1 ما نلعبش 4 1 3 1 لا ما نلعبش 4 1 2 و 3 اه يبقى دايما لا لا ده المره دي احنا الماتش اللي فات لعبنا 4 1 المره دي لازم نلعب 4 2 لازم يوقف 2 عشان يقفل حته ان هو مش مطلوب منه ان هو يروح بقى يفتح المباراه مش مطلوب منه ان هو مش مطلوب ان هو مش مطلوب ان هو يدافع قوي بس مطلوب ان هو يقفل الحته اللي قدام الاثنين المدافعين فلازم يلعب باثنين 4 ورا قدامهم 2 والاثنين دول يبقوا 2 مهامهم الدفاعيه اكتر من مهام الهجوميه دي مهمه جدا وشايف ان هو يلعب بالنني وجنبيه حمدي فتحي وقدامهم السليم قدام وثلاثة قدام في ناس اتكلمت على 3 4 3 يعني في ناس كانت بتقول ان احنا نغير ونلعب 3 ورا بحيث يامن وانسى سترايكر لا ده بقى مش وقته خالص يعني ان احنا بنقول نلعب بطرق مختلفه ان احنا نجرب ونعمل ونغير لا ده مش وقت تغيير ولا تجرب ده وقت ان انت تفكر منطقي الطريقه اللي احنا بنلعب بيها 4 2 3 1 4 1 2 3 هي هي في الاخر هي الثلاثه الدايموند الدايموند اللي قدام الاربعه اللي ورا الدايموند دي هيبقى دايموند راسها لفوق يا اما دايموند راسها لتحت دايموند راسها لتحت يعني 2 قدامهم 1 دايموند راسها لتحت يبقى 1 قدامه 2 1 قدامه 2 ده اللي عملناه في الماتش بتاع مصر لعبنا بحمدي فتحي وقدامه سلية وعمر والنني النهارده انت محتاج 2 وقدامهم 1 فانا شايف ده اللي المفروض يتعمل زيزو برضو بديل يعني في كلام كان ان زيزو يبقى موجود ليه دور اكبر يعني انا شايف طبعا ان زيزو ليه يعني وجوده مهم جدا والمفروض ان هو وجوده بس مش هيبقى موجود وخلاص لا انا شايف وجوده ان هو يلعب ويشارك لان هو لما بينزل بيعمل شغل كويس جدا ونشيط جدا وسريع وذكي وفيري افكتيف للفريق ان هو بيفيد الفريق فانا شايف زيزو مهم جدا ان هو يكون موجود ومهم ان هو ياخد وقت كويس في المباراه مش ان هو ينزل خمس دقائق او ما ينزلش خالص دي انا ببقى مش فاهم الـ يعني مش فاهمها لا يعني بالذات الماتش اللي فات احنا كان ممكن ننشط الناحيه الهجوميه في اخر ربع ساعه ان هو ينزل يلعب لان احنا كنا مطلوب مننا احنا نجيب جون تاني احنا جبنا الجون الاولاني في الدقيقه الرابعه عايزين نخطف الجون نخطف جون تاني بدري ونقفل بقى المباراه ونقفل المباراه ونقتلها على 2-0 وعرفنا نجيب التالت يبقى تمام بس اقل حاجه يعني كنا عايزين نخطف لنا جونين هنا عشان هناك ده كان هيريحنا جدا 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 المباراه احنا اوريدي خلاص احنا مرتاحين عندنا الثلاث نقط فالحمد لله ان احنا خدنا اللي احنا عايزينه من هنا البيرفكت سيناريو ان احنا كنا نكسب 2-3 هناك مش مطلوب مننا ان احنا نخسر زي ما هم لما جم هنا هم جايين هنا على ايه ما يخسروش هم في الاخر خسروا طبعا الحلو ان هم ما خسروش بالنسبه لهم ده كبيره لكن في الاخر خسروا احنا بقى مطلوب مننا هناك ان احنا ايه ما يخشش فينا جون مطلوب ان احنا ما نبيعش نفسنا بدري نقفل المباراه من بدري نقتل المباراه رتم المباراه نموته ما نتفزلكش